أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات النظام في سوريا تمكنت من السيطرة على ثلثي مخيم اليرموك جنوب العاصمة دمشق، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن الاشتباكات لا تزال مستمرة بين قوات النظام والميليشيات الموالية له مع داعش على محاور في القطاع الجنوبي من دمشق. كما أشار المرصد إلى أن النظام أصبح يسيطر على 60% من الأراضي البالغة مساحتها 185 ألف كيلومتر مربع.